في يوم الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ والأمراء والسعادة. تابعت ويانا الشوط الأول شوط الرمز، ذهب مع الغزية اللي هزن العاصفة بقيادة المضمر غياز الهلالي. نرفع التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الهيار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، وإلى مالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي، وإلى جماهير هجن العاصفة، وإلى المضمر غياث الهلالي على اختطاف الغزي رمز الثنايا لمسافة 8 كيلومتر في هذا المهرجان المتميز، في هذا الحضور المتميز من أبناء دول مجلس التعاون. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع على أرضية ميدان المملكة في هذا المساء، في مساء الثنايا في مسافة 8 كيلومتر. ها هي انطلاقة شوط الثنايا الجعادين، شوط الرمز على أرضية هذا الميدان مباشرة. نسير مع الأطام على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي، لكن النصر، النصر يغير في هذه اللحظات إلى المقدمة لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وفي المركز الثاني مطنوخ على المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. المركز الثالث لطام على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي، وفي المركز الرابع ملبي والذيبان على المركز ذيبان على المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الخامس ملبي على المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. هذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل شوط الرمز للثنايا الجعادين. نرجع إلى مطنوخ على المقدمة يغير يندفع إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثاني، النصر على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث لطام على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ذيبان على المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ملبي على المركز الخامس في هذه اللحظات بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ومطنوخ على المقدمة لازال مسيطر على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. مضمر الغزيل الذي انتزعت رمز البكار في هذا المساء، ها هو مطنوخ على المقدمة بقيادة المضمر غياث الهلالي بهذا الشعار، الشعار الملكي، شعار امبراطورية هجن العاصفة على ظهر مطنوخ. المركز الثاني النصر على المركز الثاني بهذا الشعار، شعار مؤسسة هجن الرياسة، الشعار الحمر. كل خطر على المركز الثاني بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي بو الجمايل في التضمير في الأداء مع النصر. المركز الثالث لطام لهجن العاصفة بقيادة المضمر
الغياذ الهلالي المركز الرابع ذيبان على المركز الرابع بغياب ذيبان لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ملبي على المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي وأيضا غادم مع حملول مع حملول على المركز السادس عينه على الرمز عينه على الفوز لكن أرى هجن العاصفة على المقدمة لطام بدأ يلطم المركز الأول في هذه اللحظات يندفع إلى المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي مطنوق على المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي ذيبان وصل مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بدأ يجازف بدأ يغير مع ذيبان لهجن الرياسة إلى المركز الثاني عينه على الرمز عينه على الفوز عينه على النماس في هذا المساء يا سلام ذيبان بدأ يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المركز الثاني لطام على المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي حملول وصل توه على المركز السادس وانتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي وفي المركز الرابع ملبي لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي مطنوق على المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي نرجع إلى المقدمة 5 كيلومتر تخلصنا منهن باقي 3 كيلومتر عن خط النهاية عن التتويج برمز هذا الشوط للثنايا الجعادين بقيادة ذيبان على المقدمة على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار الحمر مر وعبر كل خطر شعار مؤسسة هجن الرياسة على ظهر ذيبان بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري وفي المركز الثاني هملول على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة بولجمايل علي بن جميل الوهيبي المركز الثالث لطام على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي ملبي على المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الخامس مطنوخ لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي هذه النتيجة هملول يتسلل إلى المقدمة تلقائي بدون أي أوامر تذكر من علي بن جميل الوهيبي يندفع إلى المقدمة بهذا الشعار الحمر مر وعبر إلى المقدمة إلى الفوز إلى الناموس بهذا الشوط ورمزي هذا الشوط يا السلام على هذا الأداء 2 كيلومتر عن خط النهاية عن التتويج عن النماس في هذا المساء يا السلام يا حملول على هذا الأداء المتميز والاندفاع تلقائيا بدون أي أوامر تذكر من بولجمايل الظافر علي بن جميل الوهيبي في التضمير وفي التدريب وفي التسيير مع حملول ذيبان على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري لطام على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي المركز الرابع ملبي لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الخامس نشوفه
المركز الخامس في هذه اللحظات مقصص لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى هملول، نرجع إلى الحمر على مقدمة هذا الشوط على ظهر هملول. ها هو هملول على مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء المتميز في هذا المهرجان المتميز في هذا العرض المتميز. تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير، كيلو السبوق، كيلو التحدي، كيلو يودي إلى الفوز إلى الناموس. هات لي تطويل ميدان طي لي تبدل على اليسار وعلى اليمين وروح 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 مع الفوز مع النماس مع التبريكات. يا السلام على هملول، هملول لا زال مسيطر ولو هبي ما صدر أي أوامر. لا ملا فتح جهاز لا حرك آلي، العالي محنطة والجهاز عند البوليومايل. علي بن جميل الوهيبي ذيبان تحرك مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري للطام على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي. هملول على المقدمة، هملول يغترم من التتويج يغترم من النوماس. يا السلام حمر خطر مر وعبر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام منبع قادم، منبع منبع منبع، ولا نشوف شاهين، شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. مشكور يا علي بن جميل الوهيبي، نرفع التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على فوز هجن الرياسة بهذا الرمز، رمز الثنايا الجعادين، والذي وصل في المركز الثالث أيضا لهجن الرياسة، المركز الرابع للطام لهجن العاصفة، وفي المركز الخامس أصف الذي وصل في المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر ناجم بن علي الغيلاني. ويانا أيها الحبيب الكريم مشاهدين الكرام، شاهدتوا في اللحظات الأخيرة شاهين يخطف المركز الأول بنفس الشعار هو شاهين الذي وصل هملول، هملول اللي على الذي وصل في المركز الأول هملول العام الماضي منتزع هذا الرمز معروف باسم أشقر، واليوم يكرر باسم هملول انتزاع لهذا الرمز في هذا المساء في توقيت زمني وقدره 12 دقيقة 32 ثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر بالجمايل علي بن جميل الوهيبي. سلام يا هجن الرياسة، سلام، سلام يا دولة الإمارات العربية المتحدة، سلام. المركز الثاني شاهين على المركز الثاني 12 دقيقة 32 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا أيضا لهجن الرياسة، تهانينا أيضا للمضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي والذي وصل في المركز الثالث. ذيبان على المركز الثالث 12 دقيقة 37 جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا أيضا للمضمر المجازم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا المهرجان المتميز. هنا رمز بناء القبائل بصوت زميلي نايب بن سعود البلو. أكد متابعينا في كل مكان قضية الأشواط في هذا المساء بالنسبة